السلام عليكم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناه وصفه نيت كنتمنى فيديو اليوم يلقاكم وانتم في احسن حال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بوشيار او شيير في الخلاط او في الميكسور بدون عجن بدون دلك وكيختمر بسرعه هاد الخلاط كيخليه مندلكوش من ما من نعجنوش وكيختمر بسرعه فغادي ينفعكم 100% خصوصا الى عندكم او لا جايين عندكم ضيوف الغفله ولا ما عندكمش وقت كبير فغتحضروه في وقت وجيز كيجي خفيف مهوي رطب رائع جدا كيتقدم مدهون بالزبدة والعسل فعلا راه كيجي رائع شوفوا معايا كيفاش كيجي من الداخل كيجي مقطن غادي يعجبكم 100% الا جربتوه نتمنى انكم تجربوه فعلا ومعليا الا نخليكم مع الفيديو وتابعوه معي للاخر على بركه الله كنحتاجوا اولا دقيق الخاص بالحلويات وكتحتاجوا كاس القياس ديالو 150 ملل كيوزن 100 غرام بالنسبه للدقيق كنعملوا كاسين من الدقيق يعني 200 غرام من بعد كنحتاجوا السميد السميد الرقيق او لا السميد الرقيقه او لا السميد الناعم جدا السميد اللي كنحضروا به البسبوسه واكد السميد الرقيق ماشي السميد الغليظ كنعملوا كذلك كاسين الكاس دائما قياس ديالو 150 مليلتر ماشي مهم نتوما الكاس اللي غتعملو. الاهم انكم خذوا جميع القياسات بنفس الكاس كنحتاجو كيس من خميره الحلويات بيكين باودر من وزن 8 غرام غادي نعملوها في واحد الغربال باش نتفاداو وجود اي تكتلات من بعد غادي نحتاجو ملعقه من خميره الخبز وخميره الخبز كتبقى على حسب الجو انا هنا عملت ملعقه غير ممتلئه لان الجو ساخن كنحتاجو ملعقه من الملح والملح كيبقى على حسب الحاجه ملعقه من السكر كنخلطو هاد النواشف او العناصر الجافه مع بعضها جيدا ومن بعد غادي نجيو نجيبو الماء الدافئ كناخذو نفس الكاس اللي خدينا به القياسات في الاول كاس بقياس 150 ملل كنعملو في الاول كاسين من الماء الدافئ ضروري انه يكون دافئ جدا ما يعادل 300 مليلتر ومن بعد غادي نزيد من بعد على حساب هنايا الامتصاص ديال الدقيق كاين الدقيق اللي كيمتص مزيان وكاين الدقيق اللي ما كيمتصش مزيان يعني ممكن توصلوا ثلاثة كؤوس على حساب الدقيق غادي هنا نزيد نصف كاس يعني انا احتاجيت في المجموع الكاسين ونصف نتوما ممكن تعملوا ثلاثة كؤوس الا كان عندكم الدقيق كيمتص جيدا غادي نجيبوا الخلاط سواء خلاط اللي كيكون على شكل كاس اولا هذا الخلاط هذا كيبقى عملي اكثر غادي نخلطوا المكونات لكن حتى الا ما عندكمش هذا الخلاط غادي تعملو الخلاط العادي فالعجينه ملي كتعجن راها كتولي متماسكه كتنزل من الخلاط بكل سهوله حتى الخلاط اللي فيه الكاس غادي نغطيو العجينه وكنخليوها تختمر حتى كيضاعف الحجم ديالها بالنسبه للمده على حساب الجو بما ان الان الجو ساخن فراه ما نهائيا وقت طويل هنايا بعد ما اختمرت العجينه كما لاحظتوا معايا الحجم ديالها راه كيضاعف غادي نزولو البلاستيك ومن بعد غادي نجيو نبداو في عمليه الطهو هنايا غنحتاجوا للزيت وغادي نحتاجوا واحد الفرشيط وغادي نحتاجوا لواحد المغرف بالنسبه للحجم نتوما كتحكموا فيه بغيتو تعملوا مقلاة صغيره او كبيره كيبقى لكم الاختيار على بركه الله كنجيو الخليط ديالنا اللي اختمر كنحاولوا نهزو منه واحد الكميه هنايا ممكن تساعدوا بواحد الملعقه يعني تنزلوا الخليط بالملعقه نتوما كتحكموا في السمك ديال الفطائر بغيتوهم رقاق ولا يكونوا غلاط كيبقى لكم الاختيار كناخذوا ملعقه كندهنوا الوجه ديالها بالزيت وكنقادوا الوجه ديالهم هنايا جانبا شاركت معكم طريقه تانية يعني ممكن تعملوا الطريقه الاولى اللي عملت كما ممكن تاخذوا العجينه راها كتكون رخوه بحال العجينه ديال السفنج وكتشكلوها دوائر تحملوا الزيت تكون كثيره وهكا كتحاولوا توضعوها جانبا وهنايا كما لاحظتم معايا راني قلبتها ودهنتها بقليل من الزيت احنا يعني سبق دهناها بديك الملعقه اللي فيها الزيت يعني كيبقى ليها الزيت على الوجه كنزيدو ندهنوها بكميه اخرى من الزيت وكنقلبوها باش تحمر من الجانب الاخر شوفوا معايا اللقطه اللي كاينه في الاسفل يعني كتاخذوا العجينه بمساعده الزيت كتبسطوها في ورق الطبخ وكتوضعوها في المقلاة يعني نتوما ممكن تختاروا الطريقه الاولى اللي شاركت معكم اللي هي كتاخدوها هكا بواحد المغرف اولا بالملعقه ومن بعد او لا، تعملوا الطريقه الثانيه اللي كاينه في الاسفل اللي هي بورق الطبخ نتوما شوفوا الطريقه اللي جاتكم سهله انا جاتني الطريقه هذه اسهل يعني كتاخذوا كميه كتعملوها في المقلاه وكتوزعوها بواسطه ملعقه لي فيها الزيت لان العجينه كتكون رخوه راه كتلتصق الا ما دهنتوش الملعقه بالزيت يعني غتلتصق لكم الملعقه معاها كندهنوا بزيت كميه قليله ونحمروها من الجانب الاخر بعد ما كتحمر من الجانب الاخر شفتوا معايا الشكل ديالها في الجهه الاخرى كيفاش كيكون يعني راه كيجي كي رطب ومهوي ورائع جدا غيعجبكم 100% بنفس الطريقه كندهنوا المقلات يعني بكميه من الزيت في كل مره ضروري ومن بعد كتاخذوا اولا ناخذوا كميه من العجينه وكنفرغوها في مقلات ممكن تساعدوا بواحد الملعقه تنزلوا العجين بملعقه جاكم ملتصق وكان كناخذو ملعقه مدهونه بالزيت يعني ضروري كنعملوها في الزيت وكان كنقادو الوجه ديالهم وكان كنوضعوها على نار اللي كتكون خفيفه كما لاحظتوا معايا ومن بعد ما غادي تحمر من الوجه الاول كتبان لكم راه تغير اللون ديالها حتى في الاعلى كتولي بهذا الشكل كدهنو بكميه قليله اخرى من الزيت راه الملعقه يعني سبق دهنا بالزيت و ونحمروها من الجانب الاخر وفي النهاية كيكون هذا هو الشكل ديالهم النهائي كيجيو رطبين رائعين فعلا غادي يعجبوكم 100% الا جربتوهم كيجيو حتى مقطنين من الداخل نتمنى انكم تجربوهم نتمنى فكره اليوم تنال اعجابكم واستحسانكم جربوها راه كتحضر بواحد الوقت اللي هو وجيز وكما قلت لكم هذا توضيح بالنسبه للاخوات اللي ماشي في المغرب كتقدم مدهونه بالزبده والعسل مع الشاي فعلا المذاق ديالهم كيجي رائع خصوصا إذا كانوا هكا باقين ساخنين وكان كذلك الشاي ساخن فالطعم ديالهم روعه ويا سلام جربوهم غادي يعجبوكم 100% ودائما ما تبخلوش عليا بارائكم ما تبخلوش عليا بتعليقاتكم وكذلك انتقاداتكم الى عندكم اي ملاحظه فمرحبا والف مرحبا ما الا نقول لكم جربوهم غادي يعجبوكم ودائما خليولي تعليقاتكم ونتمنى نكون عند حسن ظنكم والان ما الا نودعكم ونقول لكم نتلاقاو في فيديو قادم وفصفة جديده ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته